وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي سيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. أهلا وسهلا بك سيد محمد. مساء الخير، تحية لك وللمشاهدين الكرام. مساء الورد. يعني نحن على أعتاب تشكيل حكومة يمينية جديدة، برأيك كيف من الممكن مجابهة التحديات التي تنتظركم بوجود بن غفير وسموتريتش؟ شوفي، التحديات ليست جديدة لكنها أكثر حدة. يعني لم نذق يوما طعم الحياة الطبيعية مع أي من حكومات إسرائيل منذ النكبة وحتى اليوم، لأن هذه الحكومات كلها كانت تقف على أساس الإجماع القومي الصهيوني الذي يرفض الاعتراف بالرواية الفلسطينية وبحق الفلسطينيين على هذه البلاد. لكن نتائج الانتخابات الأخيرة أسفرت عن واقع يقود إلى وجود عناصر أقرب ما تكون إلى النازية الجديدة الموجودة في أوروبا، وهي موجودة في سدة الحكم القادم في إسرائيل. هذا أمر في غاية الخطورة. نحن نؤكد أننا لا نخاف ولا نخشى لا هذه الحكومة ولا تلك الحكومة، لكن نحن قلقون جدا، ولذلك نحن دعونا وندعو إلى أوسع وحدة جماهيرية شعبية. يجب تجاوز منغصات وآثار وتبعات الانتخابات الأخيرة بالمجتمع الفلسطيني في الداخل، ويجب الانطلاق إلى وحماية البيت بدل الحكاية الحديث عن كيفية ترتيب أساس هذا البيت. أعتقد أننا في مرحلة فاصلة عندما يجري الاعتداء على طبيب في مقر عمله، وأنا أقصد دكتور حمد الله بدير في كريات ملاخي، وعندما يفصل دكتور أحمد رسلان محاجني من مستشفى هداسة الذي يفتخر بمكانته الطبية العالمية بسبب أنه دعا إلى أو طلب تقديم قطعة حلوى إلى المرضى وكان بينهم شاب فتح فلسطيني. هذا يقول أن هنالك انحدار خطير حتى في الجهاز الطبي. نحن تعودنا على هذا الانحدار في الجهاز القضائي وفي السياسة وفي البرلمان وفي كل جوانب الحياة، لكن في هذا القطاع، القطاع الصحي الذي نحن نشكل كعرب فيه نسبة كبيرة وفي بعض على الأقل نسبة أكثر من 30 وأحيانا أكثر من 40% في بعض المؤسسات، هذا تطور في غاية الخطورة يجب الانتباه إليه. وفي المقابل أيضا علينا أن نخلق أدوات عمل على المستوى الدولي، وهذا ما نقوم به في هذه الأيام في لجنة المتابعة تحضيرا للمرحلة القادمة. أفهم منك أنك يعني تدعو إلى وحدة الصوت العربي في المجتمع العربي بالداخل وأيضا بالحراك الدولي. يعني سؤالي لك أيضا، ألا تعتقد أننا أمام أزمة حقيقية سيعيشها المجتمع العربي أمام حاليا غليان هذا الشارع؟ فالاعتداءات لا تتوقف، يعني نحن بالفعل أمام أزمة، يعني ممكن في أي لحظة أن نسمع لاعتداءات متكررة، وسط الاعتداءات إلى بغوش وعين نقوبة، وأيضا وصلت للأطباء وستصل لأناس آخرين. يعني هل تشاطرون هذا التخوف مع الشارع؟ حقيقة عندما أقول أن هذه الأحزاب التي تشكل جزء من السلطة القادمة هي أقرب ما تكون على الفرق النازية الجديدة في أوروبا، هذه الفرق التي تتعرض للمهاجرين وتعتدي عليهم وعلى محلاتهم، بالضبط هذا ما يقوم به بن غفير وجماعته. لكن الآن بدل أن يكون على مستوى فرق شوارع وعصابات شوارع، هو يريد أن يضفي صفة الشرعية على عصابات الشوارع، هو يريد أن يغير الستاتوس كو، الوضع المعمول به في المسجد الأقصى المبارك، وهذا أمر في غاية الخطورة. التهديد هو ليس فقط على الفلسطينيين في الداخل، إنما على كل الشعب الفلسطيني. وهذا شخص يحمل برميلا من الوقود ويأتي إلى السلطة ليسكبه في كل اتجاه، هذا من شأنه أن يسبب حريقا كبيرا. ولذلك على المجتمع الدولي أن يكون على أهبة الاستعداد لنبذ هذه الحكومة كما فعل مع حكومات سابقة بما في ذلك في أوروبا. وفي نفس الوقت علينا نحن كفلسطينيين أن نعزز وحدتنا، إنهاء الانقسام على المستوى الفلسطيني العام، ونحن أيضا علينا أن نعزز وحدتنا في إطار لجنة المتابعة العليا هنا في الداخل، وتجاوز
كل المنغصات التي رافقت حياتنا في الأسابيع والأشهر الأخيرة. طيب، بالنسبة لأحداث هبة كرامة والأحكام الجائرة التي تصدر بحق المتهمين، ما زلنا نعيش تداعيات أحداث هذه الهبة، كيف تقرؤون هذه الأحكام التي تصدر؟ شوف، يعني عندما أقرأ لوائح الاتهام وأقرأ النطق بالحكم، أكاد يعني الأمر حتى بمفاهيم إدراكي طويل السنين للعنصرية الإسرائيلية ولجهاز القضاء، حتى شخص مثلي يمكن أن يفاجأ من أنهم يتهمون شخص شاب أشرف أدهم بشير من عكا، يتهمونه بأنه ضرب حجرا وضرب بعصاها على زجاج سيارة، وبعد ذلك يكون الحكم 10 سنوات. هذا أمر لا يصدق، بينما طفل فلسطيني يقتل في ساحة بيته ويحكم على الجندي الذي قتله بالتوبيخ فقط في أحسن الأحوال، إذا ما ضبضبوش ما لملموش الموضوع. هذه أحكام اللي على الشاب من عكا وعلى شباب الأربعة من تمرة، 7 سنوات وخمس سنوات، 3 7 سنوات وواحد 5 سنوات. هذه أحكام يعني لا يمكن تفسيرها إلا أنه الفاشية أصبحت مركب أساسي في السلطة. ولذلك أنا طبعا أقدر موقف المحامين الذين قرروا الاستئناف على قرار الحكم من إلى المحكمة المركزية، لكن يعني هذا لا يكفي، إنما المطلوب هو فضح هذا الجهاز دوليا، وأيضا تمتين نضالنا نحن هنا من أجل الوقوف في وجه هذه الرياح السامة. وأمر ثالث، أن نكون قادرين على أن نحسب خطواتنا بشكل جيد ودقيق. طب إذن سيد محمد بركة، ما هي الخطوات المقبلة التي ستقوم بها لجنة المتابعة العليا الجماهيرية للجماهير العربية؟ أنا أتحدث عن خطوات فعلية على أرض الواقع. الخطوات العملية المتعلقة بالشباب هي ما جرى التوافق عليه بين اللجنة الشعبية في طمرة وبين بلدية طمرة، وطبعا نحن في الصورة بدون أدنى شك، لكن نحن لن نسمح لأنفسنا بأن نحمل أهلنا في طمرة ما لم يقرروه هم. لذلك في المرحلة الأولى نحن على تنسيق بالنسبة للخطوات الشعبية القادمة، بالنسبة للاستئناف للقضاء للمحكمة المركزية، ونحن أيضا بصدد متابعة ومعالجة قضية الشاب أدهم بشير لنرى إلى أين تسير الأمور من ناحية قضائية في الأول، وبعدين بنشوف كيف. أنا يعني حقيقة أدعو كمان من خلالكم اللجنة الشعبية في مدينة عكا إلى توسيع صفوفها وإلى تمكين وحدتها، لأننا بحاجة إليهم. في نهاية الأمر لجنة المتابعة لا تعمل من خلال أوامر قطرية تنزل إلى القرى والمدن، إنما بتعمل من خلال اللجان الشعبية التي هي بمثابة لجنة متابعة محلية في كل قرية ومدينة. طبعا هنالك طبعا الجانب الدولي اللي حكيت لك إن احنا في مرحلة تحضير وثيقة من أجل تعميمها فور تشكيل الحكومة. نعم. على عناوين مختلفة في العالم. نعم، شكرا لك جزيل الشكر السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، شكرا لك.